بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس من فم أبينا المكرم البار المثلث الطوبى أبينا أبي الآباء راعي الرام رئيس رؤساء كهنتنا خليفة القديس مرقس الإنجيلي العظيم في البطاركة حبيب المسيح أبينا الطاهر البابا أنبا شنودة الثالث بابا المدينة العظمى الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كل بلاد مصر ومدينة إلهنا أورشليم وأثيوبيا والنوبة والسودان وليبيا والخمس مدن الغربية وكل بلاد أفريقيا والشرق والمهجر إلى السماء يثبت على كرسي سنينا عديدة وأزمنة سالمة مديدة ويخضع جميع أعداء الكنيسة تحت قدميه سريعا ويعطيه زمانا هادئا بعيدا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطالباتي الإنجيل المقدس فصل من بشارة القديس معلمنا مرمة الإنجيل البشير والتلميذ